هلا والله حبايبي، اليوم زارني الجميل والممتع والأخلاق والأدب، رجل التجارب والفهم والإدراك ما شاء الله تبارك الله، أحمد بدوي اللي له ما شاء الله تبارك الله باع في هذا في جانب التجربة. إذا بغيت في التجارة تجارة، إذا بغيت في الزراعة زراعة، إذا بغيت في ما شاء الله تبارك الله رجل موسوعة ما شاء الله، إذا بغيت في السياحة سياحة، إذا بغيت هذا ما شاء الله تبارك الله يعني يعلمنا وأن أن 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 هناك في فرص في فرص في فرص كثيرة في هذا البلد المعطاء. خلونا مع هذا الجميل والممتع والرائع أحمد بدوي. أول شيء نورت الدلم. تسلم. والله إن فرحنا بك. بنوركم. والله يخلف عليك وجمعتنا ذا المطالي. يا حبيبي. إيه بالله ونفسيتنا مرتاحة جدا اليوم. هتشوف حاجة إنما هي اليوم. يا حبيبي تبارك الله. يطول. والله نحبك. الله يطول. ترى أنت معروف في الدلم، لا تفكر إنك معروف. والله نحبك. لأنك طيب والله طيب دائما يعرف. والله نحبك. طيب ندخل في السالفة الآن أبو باسل. ندخل السالفة. هات. بسل. هلا. عطني صدقا وصراحة، هل الآن هناك في فرص للشباب تجارية؟ شوف أبو باسل تكفى لا تنظر لي أنا بها، هل في شيء عملي وعلى الواقع؟ لأن في ناس يقول ما فيه، كل شيء مسدود، فيه ولا ما فيه؟ علمنا صدقا. يا خلك أتراك الآن، ترى سألتك تحت الإضاءة. تحت الإضاءة بالضبط. وسؤال رائع وسؤال جميل ومجرد. شوف يا أخي الحبيب، يكفيك ان عندنا اكسبو ويكفيك ان عندنا كاس العالم، يعني خلال 9 سنوات الجايه. أيوة. عندنا اكبر حدثين في العالم. جميل. اللي ما يهيئ نفسه الان للدخول في هذه نسميها السلسله. أيوة. ما راح يكسب. جميل. يعني واحد يجيني يقول عندي شهاده ابتدائي وابغى اصلح، ولا شهاده متوسط، ولا شهاده جامعه وما عنده المؤهلات اللازم لدخول السوق، ايش ابغى بالشهاده الجامعه اذا ما عندك؟ طيب كم باقي على اكسبو؟ 9 سنوات. حلو. 9 سنوات هذه اللي ما راح يأسس نفسه، ما راح يشتغل فيها، ومع يعني ايش الحكومه تبغى منك اذا ما انت فاهم؟ ايش الحكومه تبغى منك اذا ما عندك خبره؟ طيب ايش الحكومه نفسك ما عديت نفسك؟ تمام. أيه. ان نقول عندنا فرص انا قدام، صح ولا لا؟ جداً. طيب كيف ابدا من الحين يا حبيب قلبي؟ لكن قول ايش الفرص؟ تمام. بيجوا ناس يبغون فنادق، بيجوا ناس يبغون سيارات، بيجوا ناس يبغون اكل شعبي، ناس يبغون هدايا، ناس يبغون ثقافه، ناس يبغون حتى اكلات بيتك المرقوق والمطازيز والمدريش وملابسك هذه كلها حتكون ماركات الفترة. حبيبي قلبي انت عطتني كثير، عطني 2 أو 3 اتوجه انا كشاب اتوجه لها. لا تتعبني واجد، لا تتعبني ابو باسل، عطني تكفى 3 أو 2 تصيبها الان الشباب. اي شوف دالحين بما ان هذه المنتجات عالميه، اذا اللي بيجون من فين؟ عالميين. حلو. اذا لابد اعد نفسي اني اقابل هؤلاء العالميين. تمام. حلو. ان جميل. كان في التوصيل، ان كان في اللوجستيك، ان كان في المطاعم، ان كان في الاكل، ان كان في السكن، ان كان في السمسره. تمام. ان كان في التخييم، ان كان في كل ما يهم الرياضه، حتى لو ملابس رياضيه. علامه معينه ترى بكل لها سوق. تمام. الهدايا لها سوق. تمام. التذكارات لها سوق. عد نفسك ملأ. يعني شوف الحين قاعدين نبني حين بلدنا. تمام. المقاولات شغاله، التوصيل شغال، اللوجستيك شغال، المقاولات شغاله، المباني شغاله، خاصه في منطقه الوسطى، في منطقه الرياض حقيقه. الاعمار طيب معليش. الاعمار. الاعمار الحين الحكومه بتخفض الفائده مع خفض الفائده الامريكيه. الحين انخفضت الفائده الامريكيه، راح ينخفض اكثر واكثر، اذا سيكون هناك قرار من صندوق التنميه العقاري لتنشيط العقار من جديد. ما شاء الله. الناس بيحتاجون سكن. صحيح صحيح. اذا لابد هناك ينزل، اذا نزل الفائده في امريكا اثق انه سينزل عندنا في السعوديه وسيتنشط العقار من جديد. تمام. كلام. طيب اكسبو وين بيكون؟ عندنا في الرياض. طيب اكسبو في الرياض. 6 شهور. اكسبو في الرياض. يعني الدلم تشوف انها لحظ كبير في العقاري؟ والله الدلم ما هي بعيده عن الرياض صراحه، ومدينه لوجستيك قوي جدا بالنسبه للرياض، يعني مثلا اتوقع كل الخضار والفواكه اللي بيحتاجونها الناس المستقبل الحجي من الدلم. صحيح. اذا المزارع في الدلم تعتبر هدف. صحيح. مثلا. صحيح. البيوت المحميه هدف، بيوت الانتاج هدف. انا اقول لو بس واحد عمل طرشي، عفوا في الكلمه، تعرف الطرشي؟ هذا الطرشي يصلحونه، ترى الكيلو بريال في السوق، وانت تبيع طرشي 10، كم الفارق؟ 900% ارباح الطرشي. جميل. عفوا اني كشفت السر هذا، لكن كيلو الجزر بريال.